مش بس الجيش اللي ما بينساش، لا كل المصريين. وبيبقى اليوم ده احنا بنتكلم فيه النهارده على استشهاد الفريق عبد المنعم من حوالي يعني اكتر من 50 سنة. ما نسيناهوش ومش هننساه، ومش هننسى كل شهيد، كل شهيد وكل مصاب حتى قدم حته من جسمه لاجل البلد دي تبقى بلد في امان وسلام. وانا عايز اقول واحنا بنقول الكلام ده من كذا سنه كان يقول لك هو معقول؟ هو احنا هنقدر نقضي على الارهاب ده؟ احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ابنائكم وابناء اسر كتير اخرى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تحقق الحلم ده بفضل الارواح دي وبفضلكم انتوا كاسر مصريه طيبه وبسيطه ربت ولادها وقدمتهم. التمن واللي ما ننساهوش حقيقي هو ان احنا نخلي بالنا من البلد ديت وان الكلام ده ما يتكررش فينا تاني، والخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال ال10 سنين اللي فاتوا ما يتكررش تاني. بمين؟ مش بقى بالجيش والشرطه، بكل المصريين قبل كل شيء، وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا. انا عايزين نشم ريحه ولاد نفسينا يا ريس. شوفوا احنا ان شاء الله هنحتفل كلنا واسر الشهداء كلها معانا في يوم، بس هتشوفوا سينا فيه ان شاء الله غير اللي انتوا شفتوه في الـ في الـ يعني في الـ الصوره المؤلمه اللي هي صورة الأشرار. لا، هتشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى صورة انتوا كمان هتفرحوا ان ولادكم قدموا أرواحهم لأجل البلد دي، مش البلد دي مصر بس، حتى من سينا نروح فيها كلنا نحتفل ان شاء الله.